مساء الخير، كيف الأخبار؟ إن شاء الله طيبين. صوت واضح. صرفة في الأرجاء. مساء الخير، كيف الأخبار؟ نسأل الله أن يشفي المك عجيب الهادي. نسأل الله أن يشفي المك عجيب الهادي. نقطة عربي انتهى. ده ما فيها. كيف أخباركم؟ ربنا يتقبل دعاءكم وصالح أعمالكم وأعمالنا يا رب العالمين في الأيام المباركة دي، ويحقن دماء الشعب السوداني. يعني الموضوع ما في زول بيتمنى حاجة كعبة، لكن
يعني في شواهد كتيرة كانت بتحصل، و بيتوريك البلد ماشية على وين. في شهرين اللي ورا جانا ضيف زائر، الضيف ده مدير المخابرات التركي، واحنا عملنا لايف مع بعض، وقمت قلت لك الزول ده من الكهنة الأربعة المثبتين الأرض، لا كهان اسمه، وقلت لك الكوكب ده مدورينه أربعة كهنة قشوا المعبد، في ناس اتمسخروا في دي، وقلت لك أنا واحد منهم برضاك وغصبا عنك. نرجع لورا احنا الموضوع ده عشان لازم نجيب القصة من ورا، ما حنمشي ورا شديد. فمذكر الموضوع بتاع زيارة المدير المخابرات التركي، في ذول مذكر القصة دي، وجا لاقى منه، جا لاقى حميدتي، اتكلمنا عن علاقة حميدتي وتركيا، انها علاقة يعني فيها، فهمت؟ الكلام ده كان يوم 21 واحد 2022، 2023، يعني قبل 3 شهور. معايا انتو؟ كده اسمعني، انا قلت شنو؟ ما حتشوف وشي، بس قاعد في الدول. مدير المخابرات التركي واحد من اوتاد الارض الاربعه، يعني مدير المخابرات التركي تركيا تقابل حميدتي، فده موضوع خطير جدا، يعني لانه حميدتي وتركيا ما بيتلاقوا، لكن احنا حنعمل خط زمني لعلاقه تركيا مع الدعم السريع. تركيا مصنف السودان انه مصدر مرتزقة ليبيا. لليبيا. ده انا بتكلم قبل شهرين اخوانا، ما هسه مذكرين الحاجة ده اخواننا؟ ده. فالتغير بتاع العلاقة بين الدعم السريع وتركيا ده تغير مخيف جدا، يعني احنا هسه موقفنا بقينا مع منو احنا هسه؟ ما القصة انه مدير المخابرات التركي جه السودان، ده محور كامل جه للدعم السريع. انتوا كلكم متفرجين، احزاب على جيش على كده، انتوا بقيتوا مواد مالية، يعني الله يفتح عليك الصرفة. فين اردوغان ده خرابيط؟ احنا في السودان المفروض نتلقى الصدمة الأولى، انه الآن تركيا خدت يدها مع الدعم السريع. الله يفتح يعني عليك، كالاهان ده يخلي ملفات. الله يفتح عليك الصرفة. واصل الكلام ده قبل شهرين، عشان في واحد بيطلع بيتمسخر. انا ما بحلل لك حدث يا بيبي للزول ده، انا قاعد اصنع الحدث. هك هك دي كلها الملفات في التوقيت ده تحديدا كويس، والعالم بقى مقسوم مع روسيا وامريكا وناس حلف بيجي يخلي ده كله يجي يقعد مع حميدتي في زياره خاطفه، يجي يقابل حميدتي وشفت صور السلام. انت ما قبل 3 سنين بتتهمه انه مرتزقه وبتحارب فيه، يعني تركيا بالطيارات بتاعت الدرون دي كانت بتضرب في الدعم السريع، انت فاهم الحاجه دي؟ في ليبيا الناس فعلا وصلوا لتصالح ولمصالحه واحنا بعيدين طبعا. الدخله دي انا اوريك الدخله وين يا بيبي. والطياره بتاعت كالاهان مدير المخابرات التركي نزلت في الخرطوم